السلام عليكم، معاكم وسام محمد كلينيكال ادمنستريتور اد ميديكال سيرجيكال ديبارتمنت فاكولتي اوف نيرسينج اسوت يونيفرستي. ان شاء الله هنشرح النهارده بروسيجر وسترونج ميديكيشن فروم فايروس. عندنا الاوت لاين بتاعتنا الديفينيشن اسسمنت اكويبمنت بروسيجر. اول حاجه لازم اعرف ايه شكل الفايل. عندي الفايل لما اشتريه من الصيدليه بيجي الفايل ومعاه السولفنت، يعني الفايل ده ممكن يجي معايا حاجه على شكل باودر، الكونتنت بتاعته باودر، وممكن يكون ليكويد، وبيكون جاي معاه لو هو باودر بيجي معاه السولفنت. بيكون عندي ديفرنت سايز اوف سيرنج، طبعا بختار السايز اوف سيرنج على اساس الروت اوف ميديكيشن. يعني انا لو هدي البيشنت ده انتراماسكولار انجكشن هستخدم اللي هو 3 سنتي السيرنج اللي هي 3 سنتي. عندي المفروض ان انا اعمل اسسمنت للسيرنج، هشوف الباكج بتاع السيرنج وهشوف الاكسبيريشن ديت. عندي الاكسبيريشن ديت شهر 5/2019 شهر 4/2024. هعمل برضو assessment الـ integrity of vial والـ expiration date. عندي الـ expiration date شهر 7/2019 لشهر 7/2022. عندنا different size of syringe، بتبدأ من سرنجة الانسولين، دي أصغر سرنجة تبقى حوالي فيها 100 يونت، الـ 100 يونت دي بتعادل 1 سنتي. عندنا بعد كده سيرنج 3 سنتي، ودي يفضل استخدامها في الحقن اللي هو الانترا ماسكولار انجكشن. رقم من ورا سرنجه 3 سنتي بيبر موجود اللي هو التدريج بتاع السيرنج من ورا 3 سنتي، هي اللي هي 5 سنتي اهو، دي بعد كده اللي هو 10 سنتي. بعد كده المفروض هنعرف دلوقتي ايه هي الكومبوننت اوف سيرنج. هنفتح السيرنج بالشكل ده، هنفتح السيرنج بالشكل ده من ناحيه البلانجر، دي اول طريقه. في الطريقه الثانيه ممكن افتحها بالشكل ده، ان الجزء الرابر بفصله عن الجزء البلاستيك. بالشكل ده هيبقى عندي الجزء اللي هو البادي اوف سيرنج وجزء النيدل. لما اجي اعمل له كونكت ممكن تكون النيدل اخليها في الباكج واعمل ايه كونكت وادوس شويه كده اعمل سكيور. المفروض بيبقى عندي هبدأ اشوف اللي هي ايه الكومبوننت بتاعت السيرنج. اول جزء ده بسميه ايه البلانجر، ده المكبس تمام اللي بعمل بيه withdrawing medication. تاني جزء ده البادي اوف سيرنج. تالت جزء ده الجزء اللي هو ايه هاب هاب اوف سيرنج. بعد كده ده جزء النيدل. انا المفروض الجزء ده دونت تاتش، بس انا هلمسه دلوقتي علشان انا بوريكم الاجزاء بتاعت السيرنج. الجزء ده اللي هو الابره او النيدل بيكون فيها اوبن او تيب اوف نيدل، وده الكفر اوف. كده خلصنا الاسسمنت اوف ميديكيشن. طيب المفروض دلوقتي زي ما احنا قلنا هنحضر الادوات اللي معانا. الفايل هيكون معايا، السيرنج هيكون عندي، كوتين الكحول سويب طبعا هيكون معايا، السولفنت اللي بيجي مع الفايل
هيكون معايا جلافز، ده بيكون اوبشنال يعني ممكن البسه وممكن عادي يعني ما البسوش. طيب هنبدا في البروسيجا. اول حاجه هعمل هاند ووشينج، بعد كده وير جلافز. هبدا البروسيجا هعمل هاند ووشينج وير جلافز تشيك ميديكال اوردر، هشوف اللي هو الفايف رايتس. الفايف رايتس عندي رايت بيشنت نيم، رايت ميديكيشن، رايت رود، رايت دوز، رايت تايم. بعد كده هبدا افتح السيرنج بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. في اماكن في السيرنج دونت تاتش، جزء الهب والجزء اللي هعمل بيه ايه كونكت البادي بالنيدل، الجزء ده تمام. هبدا اعمل كونكت سيرنج والفها لفه كده عشان اتاكد انها مثبته. بعد كده هفتح السولفنت بعد كده اتاكد. المفروض ان احنا لما قصلنا اللي هو السولفنت لازم تكون في اللي هو الاوت دايركتد اوت وورد تمام. بعد كده ريموف كفر اوف ذا سيرنج، بعد كده هعمل انسيرت النيدل اوف ذا سيرنج، هعمل ويزدروينج السولفنت، بعمل سلايت انفيرت السولفنت. واعمل ريكاب الكفر. بعد كده هبدا افتح الفايل البلاستيك كفر. طبعا ده لو هستخدمه اول مره مفيش داعي ان انا اعمل بالكوتون سواب الكحول. لو انا استخدمت الفايل قبل كده ممكن اعمل ويب بالكوتون سواب فروم سنتر تو اوتر. بعد كده هعمل هشيل الكفر بتاع السيرنج، بعد كده انسيرت النيدل في السنتر اوف ذا فايل، بعد كده اعمل انجكتنج للسولفنت، بعد كده هطلع بالسيرنج واعمل لها ريكابنج. طبعا انا شغاله في مكان كلين ورك سبيس، فانا بمجرد خلاص هحط ايه سيرنج على التري وابدا اعمل ايه اعمل روتيت جنتلي علشان اعمل ميكسينج للسوليوشن. طبعا ما اعملش حركه شاكينج، نيفر شاكينج، ما اعملش الحركه دي ليه؟ علشان الماده الفعاله ما تتكسرش. هستمر في الروتيت جنتلي لحد الكميه كلها ايه ما يحصل لها ايه ميكسينج. كده اتاكدت ان كل الكميه حصل لها ايه ديليوشن تمام، مفيش اي مفيش اني بارتيكولار مطر تمام. اهو عندي السوليوشن كلير. هبدا المفروض ان انا هسحب amount of air equal desired volume of medication. زي مثلا انا عايزه 2 1.5 سنتي مثلا تمام. هبدا اعمل انجكتنج الاير انتو فايل تمام. بعد ما عملت انجكتنج هعمل انفيرت ذا فايل وابدا اسحب
الكميه الديزايرد فوليوم على قد الكميه اللي انا دخلتها، وفي نفس الوقت عيني تبقى على النيدل انها بتكون تحت مستوى سوليوشن. تمام. بعد كده اطلع سيرنج واعمل ريكابنج. طريقه الريكابنج حركه، شايفين ان النيدل بيقابل السيرنج زي حركه المثلث كده، ده بيكون سيفتي ليا. انا دلوقتي لو جيت دخلت النيدل بالشكل ده ممكن اتشك. تمام. فالحمايه ليا ان انا ادخل اعمل ريكابنج بالشكل ده، او في طريقه تانية اني بحط الكفر على سيرفيس واعمل ريكابنج للنيدل. بعد كده هعمل حركة التابينج. تابينج on your body of the syringe. وابدأ اعمل ايه؟ remove the bubbles of air. كده already حضرنا الميديكيشن. السيرنج كده خلاص already هي جاهزة للانجكشن. تمام؟ كده حضرنا الميديكيشن وجاهزة للانجكشن. الريزيدوال فوليوم الكمية الباقية اللي في الفايل، هنجيب ليبل وحطها ألزقها على الفايل واكتب عليها على الليبل الديت والتايم والدوز. بعد كده بحفظ باقي الفايل ان ريفريجريتور. الحاجات اللي هي الشار او سمول جلاسز بحطها في الكونتينر، السيفتي كونتينر. تمام. بس بعد كده هعمل ريموف جلافز الباسكت وهعمل هاند بوشن. ثانك يو.